أعزائي متابعي بوابة دار الهلال، أهلا بكم في نشرة منظرية صباح يوم السبت الموافق 1 أكتوبر لعام 2022. معلوم أن يوم السبت هو أجازة رسمية للعاملين بأجهزة الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخدمية والقطاع العام بالإضافة إلى المدارس الدولية، وهذا بالتالي بينعكس على الرحلة الصباحية. لكن اليوم يعتبر يوما مختلفا عن أي يوم من أيام السبت، حيث اليوم بداية العام الدراسي الجديد لكافة المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية وكذلك الجامعات لمعظم المحافظات. لذلك استعدت وزارة الداخلية لهذا الحدث الهام لاستقبال العام الدراسي لعام 2022-2023 باستنفار كافة القطاعات الأمنية بأنحاء الجمهورية لتحقيق الأمن والطمأنينة للتلاميذ والطلاب في كافة المراحل التعليمية، بنشر خدمات نظامية وسرية بالمناطق المحيطة والمؤدية إلى مجمع المدارس والمعاهد والجامعات، كما تم نشر الشرطة النسائية أمام مدارس البنات والجامعات والمعاهد لمنع المعاكسات والتحرش. قد قامت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات جمهورية مصر العربية، كل في نطاق اختصاصه، بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية أمام المدارس والجامعات والميادين الهامة المؤدية إلى المناطق التعليمية لتسهيل حركة وصول الطلاب إلى المدارس والمناطق التعليمية المختلفة، ومنع أي تكدسات مرورية أمام المدارس والجامعات والمعاهد يكون لها تأثير مباشر على الحركة المرورية، مع تحديد ساعات للانتظار بالنسبة لمجمع المدارس والجامعات حتى لا يقوم الطلاب بترك السيارات في الشوارع الرئيسية مما يسبب إعاقة للحركة المرورية. لذلك تم وضع خدمات إرشادية لإرشاد الطلاب الجامعات الذين يقودون السيارات بأماكن انتظار السيارات. هذا بالإضافة إلى قيام حملات داخل المحافظات وعلى الطرق السريعة على الحافلات المدرسية، وخاصة بالنسبة لحافلات الأطفال، للتأكد من التزام قائد الحافلة بالسرعة المحددة سواء داخل المحافظات أو خارج المحافظات، وأيضا التنبيه عليه بغلق الأبواب الرئيسية للحافلات بالإضافة إلى شبابيك الزجاجات للأطفال لمنع أي خطورة قد يتعرض لها الأطفال أثناء السير، مع أيضا التنبيه عليهم بالالتزام بالإشارات الضوئية يمينا ويسارا قبل الدوران يمينا ويسارا. أيضا عند نزول الطلاب أو ركوب الطلاب يجب أن تقف الحافلة بجوار الرصيف وأن تطلق إشارة الانتظار أثناء نزول الطلاب أو أثناء ركوب الطلاب وليس الوقوف في الطريق. أيضا هتكون في حملات مكثفة على الحافلات المدرسية على قائدي الحافلات للتأكد من التزامهم بقواعد وأداب المرور، الالتزام بالحظر المرورية، الالتزام بالسرعة المحددة، وأيضا هتكون في حملات على قائدي الحافلات المدرسية للتأكد من عدم تناولهم المواد المخدرة والمواد المسكرة والتي قد تعرض حياة الطلاب والتلاميذ إلى الخطر. خدمات مرورية مكثفة هتكون موجودة في مطالع ومنازل الكباري ومداخل ومخارج الأنفاق، وذلك لمنع الانتظار الخاطئ ووقوف الحافلات المدرسية في مطالع ومنازل الكباري أو في مداخل ومخارج الأنفاق. أيضا هتكون في الميادين الهامة خدمات إرشادية للطلاب الذين يتوجهون إلى الجامعات أو إلى المدارس للمرة الأولى، وذلك لإرشادهم إلى الطريق إلى الجامعات أو المدارس. أيضا هتكون في خدمات نظامية وسرية موجودة أمام مدارس البنات وأمام الجامعات لمنع أي معاكسات أو تحرش بالطالبات أثناء التوجه ذهابا وإيابا إلى المدارس والجامعات. أيضا هتكون في خدمات إرشادية عن طريق سيارات الدوريات الراكبة، وذلك لمنع أي سيارة من سبب أي إزعاج للطلاب أثناء تواجدهم بالمدارس والجامعات وأثناء الدراسة. حاليا
الخدمات النظامية منتشرة، لكن الحالة المرورية الحمد لله مرورية تماما، لا توجد أي كثافات مرورية حتى لهذه اللحظة، وإن كان بعض الكثافات المتحركة الموجودة أعلى كوبري 6 أكتوبر وتحديدا أعلى الوصلة المعلقة، لكن بيتم سحب تلك الكثافات، وهذه الكثافات بتحدث نتيجة بعض الأعطال البسيطة التي تحدث للسيارات والذي يتم التعامل معها فورا، إلا أن الكثافات ما زالت مستمرة حتى الآن بالنسبة القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان بسبب أعمال التوسعة والتطوير بمحور 26 يوليو، بالإضافة إلى الغلق العرضي الموجود بنفس الموقع. لذلك بننصح السارة قائدي السيارات القادمين من مناطق 6 أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي ومنطقة الشيخ زايد من أفضل سلوك الطريق السياحي اتجاه مناطق شارع الهرم فشارع فيصل ومنه إلى كوبري فيصل المعدني فمناطق الجيزة، ويمكن استكمال الرحلة إلى الدقي ومنه إلى كوبري الدقي في شارع جامع الدول العربية، أو عن طريق كوبري الدقي اتجاه مطلع كوبري 6 أكتوبر للوصول إلى محافظة القاهرة. أيضا حاليا توجد كثافات متحركة على الدائري بالنسبة القادم من القاهرة الجديدة اتجاه مناطق المنيب وكذلك مناطق المعادي، وذلك بسبب أعمال التطوير ورفع الكفاءة الموجودة بنفس الموقع وأعمال التوسعة الموجودة بنفس الموقع، وتحديدا في المتجه إلى مناطق كنيسة ومناطق كرداسة. حاليا في خدمات مرورية نظامية موجودة الآن بالنسبة لمطالع ومنازل الكباري الموجودة في محور ترسة ومحور ترعة الزمر، وكذلك بالنسبة لمحور خاتم المرسلين، وذلك لمنع الميكروباصات اللي هي بتقف في مطالع ومنازل الكباري لاستقبال الركاب، حيث انها بتسبب كثافات مرورية عالية وبيتم التعامل معها فورا من قبل الإدارة العامة لمرور الجيزة. بحمد الله منذ الصباح الباكر لا توجد أي حوادث مرورية ده تقسيم مباشر حركة مرورية، أطار بسيطة بيتم التعامل معها فورا، ولكن نحن بمناسبة هذا اليوم السعيد وهو دخول الطلاب والتلاميذ إلى مدارس وجامعات تنشيط الخدمات مستمر بصفة مستمرة على مدار اليوم الكامل، قيادات المرور وقيادات المديرية كل في نطاق اختصاصه بيمر على الخدمات بيتم تنشيط الخدمات، لكن التعاون مع رجال المرور ورجال الشرطة سواء بالنسبة لقائد السيارات أو حتى فرد المشاة ده شيء مهم جدا، لأنه بيساعد على تسهيل الحركة المرورية، بيساعد على الانسياب في الحركة المرورية، بيساعد بشكل أكبر على الزور بمظهر الحضاري، وإن شاء الله يوم سعيد لطلابنا وتلاميذنا بإذن الله في أول يوم في العام الدراسي الجديد لعام 2022-2023، والله الموفق.